مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشاهد نت، مهندس نفطي يعمل بائعا للفحم في شوارع عدن. ميد تايمز، لا فرق بين الحوثيين وتنظيم القاعدة بفروعه. ومن البي بي سي، طفل بلجيكي في الثامنة يتأهب لدخول الجامعة. صحيفة بريطانيا، أفضل مقاتلي طالبان يجري تدريبهم في إيران. أهلا بكم، نبدأ اليوم برنامجنا من واحدة من قصص ضحايا لم تقتلهم البنادق لكن الظروف غيرت حياتهم وحطمت كل طموحاتهم. ويعنون موقع المشاهد نت، من خبير نفط إلى بائع فحم، ناصر الجرادي، قصة جوهرة يمنية بيد فحام. قال الموقع، تسريح الخمسيني ناصر الجرادي كبار مهندسي شركة النفط في القطاع 32 من عمله في شركة النرويجية لإنتاج النفط الدي إن أو بحقول المسيلة في حضرموت جنوب شرقي اليمن وحرمانه من رواتبه، دفعه إلى العمل في بيع الفحم في سوق كريتر جنوب مدينة عدن. يقول للمشاهد متابعا بحزن وهو يبعثر كومة الفحم، كم هو الزمن قاس عندما يسلب الرديء منك الأمل ويقتل الجنون فيك الطموح. يضيف أنه وجد في عمل بيع الفحم الذي أمضى فيه 4 سنوات فرصة لمواجهة جزء من متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وإيجار منزل وتكاليف دراسة للأبناء وتطبيب. كم يقضي المهندس النفطي من يومه في الشارع؟ يقول الموقع أنه يقضي 10 ساعات تحت حرارة الشمس الحارقة في هذا العمل القاسي. أين زملاؤك يا محمد؟ أين من سرحتهم الشركة النرويجية لإنتاج النفط؟ أين أصبح 198 موظفا؟ يقول المهندس السابق، أجبر البعض منهم على بيع الغاز المنزلي في شوارع عدن، يعمل آخرون كسائقي سيارات أجرة أو البيع في بساطات. يفيد الموقع، الدولة أنفقت ملايين الدولارات على هذا الكادر من خلال تأهيلهم في عدد من دول العالم كخبراء محليين أكثر كفاءة من الكادر الأجنبي، ولكن الآن أين هم؟ على طول الطريق من صنعاء وحتى مارب يفقد المواطن يمنيته على يد مبندقين فرضوا أنفسهم بدلا عن السلطة المغتصبة، ويتعاملون مع اليمنيين كمشتبهين بتهم الهويات الجغرافية والانتماءات المناطقية. واقع مبكن صار المواطن فيه محط شك لدى المبندقين وخطرا على الأمن بسبب هويته، وهو الحال نفسه أيضا في الطريق إلى عدن. أشرف الريفي سافر على هذه الطريق وعاش لحظات يمر بها اليمني في موطنه كل يوم، وقال في مقال تنشره بلقيس، في كل نقطة يصعد مسلح للباص الناقل للمسافرين ويطلب منهم هوياتهم لينتقي ضحاياه حسب انتماءاتهم المناطقية، ليتم منعهم من السفر لمجرد أن يكون أحدهم من تعز أو من عمران أو من المحويت أو غيرها من المحافظات. في هذه النقاط يبقى الباص متوقفا بين ساعة وساعتين لإشباع رغبات مسلحين يتعاملون مع اليمنيين كمجرمين في اعتداء صارخ على حرية التنقل. رحلة التفتيش والمعاناة بدأت من نقطة مستحدثة خارج صنعاء مرورا بنقطة خارج مدينة ذمار وصولا إلى مارب، جميعها تحاكم المسافرين على انتماءاتهم الجغرافية. في نقطة أبو هاشم برداع اعتلى مسلح الباص وطلب الهويات لينزل 2 من الركاب بسبب انتماءاتهم الجغرافية، وما هي إلا دقائق وأتى مسلح آخر ليمارس نفس الدور. تم إنزال 2 من المسافرين ونحن الآن في انتظارهما، رد بعنجهية، 2 فقط، هذا لا يصح، وبدأ في التفتيش في الهويات مرة أخرى. بعد انتظار طويل وتعنت النقطة في موقفها الرافض لسفر 2 من الركاب، اضطر السائق لتركهما هناك مع مواساتهما بأنه يمكنهما اللحاق بنا بواسطة التذاكر التي معهما. في البيضاء كان الباص يشق الظلام والطريق معا، وفي إحدى نقاط الشرعية اعتلى مسلح بزي عسكري يبحث عن من أطلق عليهم تسمية عنصرية. في النقاط المتاخمة لمدخل مارب أنزل أحد الجنود شخصا بالهوية أيضا، مشككا بالتقارير الطبية التي يحملونها للعلاج في الخارج، متعاملا معهم كحوثة يريدون الهرب خارج اليمن حد وصفه، طالبا منهم معرفا لهم في بلادهم التي لم تعد البطاقة الشخصية فيها
كافية لإثبات يمنيتك. لكنه بعد أكثر من نصف ساعة انتظار أعاد لهم بطائقهم. يمشي اليمني كغريب في بلاده، يحتاج لإخفاء موطن مولده أو مكان إقامته، لا لجرم ارتكبه سوى أن هذه الحرب اللعينة مزقت النسيج الاجتماعي. مع تصاعد المواجهات في محافظة الحديدة وحالة الاستنزاف التي تتعرض لها ميليشيات الحوثي، لجأت لتوجيه خطباء المساجد لحشد المقاتلين في محافظة ريما، ويعنون موقع المصدر أونلاين: الحوثيون في ريما يلجؤون لخطباء المساجد لحشد المقاتلين مع تصاعد المواجهات في الحديدة. كشفت مذكرة حصر المصدر أونلاين على نسخة منها على تعميم موجه من مدير الأوقاف في المحافظة المعينة من قبل الحوثيين يوجه خطباء المساجد بحث العسكريين على توجيه أو التوجه إلى لجان تم إرسالهم إلى مراكز المديريات، وغلفوا هذا الإجراء بأن مهمة اللجان هي استقبال العسكريين الذين لزموا بيوتهم ورفضوا القتال مع الجماعة والنظر في مشاكلهم واحتياجاتهم. وحسب مصادر محلية فإن عسكريين وصلوا إلى اللجان التي شكلتها جماعة الحوثي وأرسلتها إلى مراكز المديريات ليتفاجؤوا بوعود بتسليم رواتبهم الموقوفة بشرط أن يلتحقوا بجبهات القتال. أفاد الموقع: تواجه ميليشيات الحوثي حالة رفض وسخط شعبي دفعت كثيرا ممن كانوا يقاتلون في صفوفها من أبناء محافظة ريما المجاورة لمحافظة الحديدة إلى الانسحاب من الجبهات والعودة إلى منازلهم. الإمارات تعلن وقف معركة الحديدة لإتاحة الفرصة للمبعوث الأممي وجهود السلام. الإمارات وليس هادي، قرقاش وليس هادي، القرار بيد من؟ هكذا بدأت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكر كرمان مقالها المنشور في الموقع بوست، مضيفة في أجزاء من المقال: عاد هادي إلى عدن مؤخرا، ولكن لا الإمارات غيرت سياساتها وموقفها من الشرعية، ولا السعودية سحبت مباركتها، ولا التحالف غير توجهاته. لقد تراجعوا خطوة وهمية إلى الخلف، عودة هادي لاستكمال نفس التوجهات والسياسات بعد تفريغ حاجز الشرعية الذي بدا فعالا وعاليا في اختبار سقطرة وتصريح بن دغر وما تبعه داخليا وعالميا. خطوة وهمية إلى الخلف لاتخاذ هادي غطاء لمعركة الحديدة وللذهاب خطوات إلى الأمام في نفس التوجهات وفرق تسد وتوسيع الاستنزاف لإعادة صياغة اليمن كما يريدون. هل تغير شيء في سياسات التحالف غير عودة هادي البروتوكولية؟ بالعكس، تثبتت السيطرة الإماراتية وكل التقسيمات والقوى المتفرقة بأهدافها المتناقضة والموحدة فقط تحت إرادة مستخدم واحد لا يناقش ولا شريك له في القرار، الإمارات ومن خلفها السعودية التي تباركها. وربما لا يطول بقاء هادي إذا لم ينتبه باكرا لسياسة الخناق بالعناق الإماراتية وعمل حسابه للنجاة من كمينها القادم. لنسأل سؤالا واحدا: ما الذي يمتلكه هادي والشرعية عندما يكتشفون أن العودة بدون مضمون وأنها لم تغير أي مفردة من مفردات الخلاف وأن نفس القوى المشتتة بفعل فاعل لا زالت جاهزة للاستخدام لطي صفحة هادي والشرعية في أي وقت تكرر فيه الإمارات ذلك؟ حتى الألوية الرئاسية التي كانت تمثل نواة قوة الجيش المنتظم تحت أمر الشرعية والتي استهدفت في مواجهات يناير الماضي يتم التخلص منها بإرسالها إلى جبهة الساحل. إذا كان قرقاش الإمارات هو من يقرر معركة في الحديدة وهو من يوقفها، فسيكون هو والإمارات من يتفق مع الميليشيا الحوثية لتحديد مصالح الطرفين من أي اتفاق سلام. الشرعية والرئيس هادي سلما قرارهما للتحالف المنحرف بأهدافه التي لا علاقة لها بعودة الدولة في اليمن ولا تلتزم بالمرجعيات الثلاث. وكل هذا التلاعب المأساوي بمسار الحرب وأهدافها وإطالتها يحدث لتحقيق هذا الانحراف وليس لعودة الدولة والشرعية.
حيث ينشر الموقع بوست تقريرا خاصا عن حملة أمنية شهدتها تعز خلال الأسابيع الماضية، ويعنون الموقع: الحملة الأمنية في تعز عودا على بدء. قال الموقع: في إبريل الماضي بدأت حملة أمنية واسعة بتعز بإشراف محافظ المحافظة، هدفت إلى ضبط عناصر مطلوبة أمنيا إضافة إلى بسط السيطرة على المربعات التي تتواجد فيها. جاءت تلك الحملة الأمنية بعد أن توسعت دائرة عمليات الاغتيالات التي استهدفت قيادات وأفراد في الجيش وخطباء وأئمة مساجد ومواطنين قيدت أغلبها ضد مجهول. نجحت حتى الآن الأجهزة الأمنية بتعز من تحقيق تقدم ملموس واستعادت عددا كبيرا من مؤسسات الدولة، وانتشرت النقاط الأمنية بمختلف المناطق، لكن عمليات الاغتيالات ما زالت مستمرة. يفيد التقرير: عانت تعز طوال أكثر من 3 أعوام من الانفلات الأمني الذي جعل حياة المدنيين في المدينة بالغة التعقيد نتيجة لانعدام الاستقرار. مدير أمن محافظة تعز منصور الأكحلي قال إن جنود إدارته تمكنوا من فرض هيبة الدولة وتواجدوا في أماكن كانت بعيدة المنال، وتم وضع نقاط تفتيش في مناطق متفرقة في المدينة، وكذا تطبيع الحياة في المربع الشرقي وغيره من المناطق المجاورة. ووفقا للأكحلي، فقد تم تفعيل أقسام الشرطة وتعيين مدراء لها وربطها إداريا بإدارة شرطة المحافظة، إضافة إلى تنفيذ قرار منع إطلاق النار في الأعراس والسيطرة على أهم المنشآت الخدمية مثل المستشفى الجمهوري وإعادة تفعيله بتقديم خدماته للمواطنين. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية وكذا أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالا يدعو إلى معاملة جماعة الحوثي المسلحة كتنظيم الدولة في العراق والشام داعش، وأكدت الصحيفة أن معركة الحديدة مهمة لإنهاء الحرب في اليمن وإنقاذ الأرواح. الميناء هو البوابة الرئيسية للبلاد، وهو المصدر الرئيسي للأسلحة الحوثية المهربة وإيرادات الجماعة الكبيرة. خسارته أكبر نكسة يواجهونها منذ انقلابهم، ويمهد الطريق لتحرير تعز وإب وذمار وفي النهاية صنعاء. أضاف كاتب المقال بيتر ويلفي الخبير في الجماعات المتطرفة أنه نظرا للمعاناة التي جلبوها للشعب اليمني ينبغي الترحيب بهزيمتهم المحتملة. أدت نسخة اليمن من الربيع العربي عام 2011 إلى دستور جديد، لكنه لم يعجب الحوثيين، وهي جماعة متمردة تقاتل في شمال اليمن منذ 2004 وبمساعدة من الرئيس السابق صالح. أطلقوا انقلابا، وعندما لم يقبل شعب اليمن هذا الانقلاب أرسل الحوثيون ميليشياتهم عبر البلاد. أضاف الكاتب حسب ترجمة اليمن مونيتور: ما يبدو أنه قد نجا من الاهتمام الدولي هو أن الحوثيين سلالة مختلفة تماما تدعي حقها الإلهي في الحكم والسلطة والثروة. وأضاف: تنظيم داعش يقول الشيء نفسه، الجماعتان تسعيان إلى إقامة دولة خاصة مدعية الحق الإلهي في الحكم وترويع من يخافونهم. واختتم بالقول: كان هناك دعم عالمي لهزيمة داعش، لأننا رأينا أن المتطرفين الذين يسيطرون على الأراضي يشكلون تهديدا للنظام العالمي، فقد حان الوقت للتعامل مع الحوثيين بنفس الطريقة. كما تنفرد ذات الصحيفة التايمز من بين صحف الاثنين الصادرة في لندن بنشر تقرير تحت عنوان: أفضل مقاتلي طالبان يجري تدريبهم في إيران. يرى كاتب التقرير أن ثمة نفوذا لطهران يتنامى في أفغانستان مع تصاعد التوتر في علاقاتها مع واشنطن. يشير التقرير إلى أن المئات من مقاتلي طالبان يتلقون تدريبا متقدما على أيدي مدربي القوات الخاصة في الأكاديميات العسكرية الإيرانية، ويضيف أن ذلك جاء جزءا
من تصعيد طهران لدعمها لتمرد حركة طالبان في أفغانستان، وتنسب الصحيفة هذه المعلومات إلى تصريحات خاصة أدلى بها إليها مسؤول في حركة طالبان، وترى أن معدل ونوع التدريبات وطول فترتها الزمنية تبدو أمورا غير مسبوقة، وتؤشر ليس لمجرد تغيير في مسار الحرب الدائرة بالوكالة بين طهران وواشنطن في أفغانستان، بل تحول محتمل أيضا في قدرة إيران ورغبتها في التأثير في نتيجة الحرب الأفغانية. التعصب ضد المسلمين هو قانون الولايات المتحدة الآن. تحت هذا العنوان كتب سي ويرلي مان مقاله المعاد نشره في الغد مضيفا: في العام 2015 دعا المرشح الرئاسي الأمريكي في ذلك الحين دونالد ترامب إلى حظر كامل وشامل لكل المسلمين الذين يريدون دخول الولايات المتحدة، على الرغم من أن ذلك ينتهك عددا من أحكام الدستور الأمريكي بما في ذلك القوانين التي تحكم المساواة في الحماية والحق في التمتع بالإجراءات القانونية الواجبة. ثم خلال الشهر الأول من توليه المنصب حول ترامب خطابه التمييزي والكريهة إلى سياسة، فوقع أمرا تنفيذيا يحظر دخول الزائرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة بما في ذلك العراق وإيران وسوريا واليمن والصومال وليبيا والسودان، على الرغم من حقيقة أن رعايا هذه الدول لم ينفذوا أي هجمات مميتة على الأراضي الأمريكية. في نسخة منقحة من المرسوم تمت إزالة العراق من قائمة الدول المحظورة، لكن محكمة أمريكية ألغت الحظر الجديد مرة أخرى في آذار مارس 2017. وفي التعقيب قال القاضي الأمريكي ديريك أوتسون: غياب المنطق عن ادعاءات الحكومة واضحة تماما، فكرة أن المرأة يستطيع أن يظهر عداءه اتجاه أي مجموعة من الناس فقط من خلال استهدافهم جميعا في وقت واحد خطأ جوهري. ثم في نهاية المطاف أصدرت إدارة ترامب نسخة ثالثة مخففة قليلا من الحظر، والتي أيدتها المحكمة العليا الآن بعد تصويت بين أعضائها بنسبة 5 أصوات في مقابل 4. وبالحكم لصالح الحظر، فإن القضاة المحافظين 5 الذين أيدوه لم يتحدوا قرارات قضاة المحاكم الدنيا فحسب، بل إنهم تجاهلوا أيضا أراء مجموعة كبيرة من العلماء الدستوريين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في أخبارنا المنوعة الأكثر انتشاراً، ما جاء في موقع شبكة البي بي سي: طفل بلجيكي في 8 يتأهب لدخول الجامعة. تقول البي بي سي: تخرج طفل بلجيكي في 8 يتأهب في سن 8 بعد أن أكمل دراسة منهاج يتطلب 6 سنوات في عام ونصف فقط. وحصل لوران سيمونز بحسب والده البلجيكي ووالدته الهولندية على معدل ذكاء بنسبة 145%، كما أنه حصل على شهادة الثانوية مع فئة الطلاب ذوي 18 سنة. وقال لوران في مقابلة مع راديو RTBF البلجيكية أن مادته المفضلة كانت الرياضيات لأنها واسعة للغاية، ففيها الإحصاء والهندسة والجبر. سيبدأ لوران دراسته الجامعية بعد إجازة العطلة الصيفية التي ستستمر 2 شهر. وقال والده: كان ابني يواجه صعوبات للعب مع الأطفال الآخرين، فلم يكن مهتما بالألعاب كباقي الأطفال. كان يفكر في أن يصبح جراحا ورائد فضاء، لكنه الآن يفكر في الدخول إلى عالم المعلوماتية والكمبيوتر. قال والده في ختام المقابلة: وإذا قرر ابننا أن يصبح نجارا غدا فلن تكون مشكلة بالنسبة لنا طالما أنه سعيد. رياضيا، قالت صحيفة الشرق الأوسط أن المنتخب الروسي حقق المفاجأة وانتزع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم التي يستضيفها بفوزه على نظيره الإسباني 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتهما أمس بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. ووقع المنتخب الإسباني مرة جديدة ضحية لعنة المنتخب المضيف التي تلاحقه في البطولات الكبرى بسقوطه أمام روسيا، وهي المرة الرابعة في كأس العالم التي يخرج فيها الماتادور أمام منتخب مضيف للبطولة. وجاء خروج إسبانيا أحد المرشحين لللقب غداة خروج أفضل اللاعبين في العقد الأخير الأرجنتيني ليونيل ميسي بخسارته، ومنتخب بلاده أمام فرنسا 4-3، والبرتغالي كريستيانو رونالدو بخسارة منتخب
منتخبه أمام الأوروغواي 2-1. روسيا تدين بفوزها لحارس مرماها وقائدها إيغور إكنيفيف الذي تصدى لركلتي ترجيح للإسبانيين كوكي وياغو أسباس، ما جعل من منتخب إسبانيا ثالث بطل للعالم يخرج من المونديال الروسي بعد ألمانيا حاملة اللقب. وفي تفاصيل المباراة الثانية، قالت صحيفة البيان أن المنتخب الكرواتي واصل مغامرته في بطولة كأس العالم لكرة القدم عقب فوزه 3-2 بركلات الترجيح على نظيره الدنماركي أمس في دورة 16 للمونديال. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، لذلك يلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكن المنتخبين عاجزا عن تغيير النتيجة ليحتكم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الكرواتي الملقب بالناري. صور اليوم الثاني من شهر يوليو نقلتها عدسات كاميرا صحيفة الديلي تليغراف، اخترنا بدورنا لكم أبرزها لجولتنا المصورة لهذا اليوم نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.